نور، امبارح صادف يوم رأس السنة الهجرية، طبعا طبقا للحسابات الفلكية ورؤية الهلال، لكن كيف ممكن أنه نرصد الهلال هي وشو هي العلامات اللي ممكن أنه تدلنا على تحديد يوم السنة الهجرية، وشو سبب اختلاف طبعا يومها من سنة لتانية عكس السنة الميلادية؟ كل هذا وكل هالمعلومات نعرفها اليوم مع دكتور عبد العزيز صنوبر، نائب رئيس الجمعية الفلكية بسوريا. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية. كل عام وانتم بألف خير، بلدنا الحبيب ان شاء الله بألف خير. اهلا، ينعاد عليك بالخير والصحة يا رب. بالبداية خلينا نحكي كيف بيتم رصد السنة الهجرية الجديدة من خلال الهلال، يمكن هي التفاصيل كثير من الناس ما بتعرفها، خلينا نحكي عنها شوي. تماما، هو الحقيقة سؤال مهم لأنه كثير الناس بتهتم بتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وخاصة لما يكون في أشهر فيها عبادات كالصيام مثلا مثل شهر رمضان أو العيد ورأس السنة الهجرية، الناس بتهتم بهدول الأشهر بالذات زيادة عن غيرهم. الحقيقة رصد بداية أي شهر هجري مثل شهر محرم اللي نحن فيه يعتمد على أسس علمية معينة. أولا، نحن متى نرصد هلال الشهر الجديد؟ دائما هلال الشهر الجديد يرصد في 29 من نهاية الشهر القمري، يعني احنا ب 29 ذي الحجة اللي هو آخر شهر بالسنة القمرية رصدنا هلال شهر محرم في 29. في 29 نقول إذا ظهر الهلال أو حقق الهلال ظروف الرؤية أو ظروف بداية دخول الشهر الجديد فنقول أن اليوم التالي هو واحد الشهر. إذا لم يحقق هذه الظروف التي سنتحدث عنها، إذا لم يحقق هذه الظروف، إذن اليوم التالي هو المتمم لشهر ذي الحجة، واليوم التالي هو يكون بداية الشهر الجديد. ما هي هذه المعطيات التي بناء عليها نقرر نحن بداية الأشهر؟ أولا، يجب أن تحدث مرحلة اسمها مرحلة المحاق أو مرحلة الولادة الفلكية. نقول محق القمر أي أنه لم يعد يظهر، نحن نشوف القمر كل يوم من بداية الشهر الهجري وحتى نهايته قبل آخر يوم تقريبا منضل عم نشوف القمر، ولكن بيصل لمرحلة القمر عندما يصبح على استقامة واحدة، يعني يصبح الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، يصبح القمر مضاء من الطرف المعاكس لنا بالنسبة للأرض، فنحن بالأرض ما عاد نشوفه نهائيا لأن الإضاءة أصبحت معاكسة بالنسبة لنا، بعكس مرحلة البدر. لما يكون القمر في مرحلة البدر بيكون القمر ثم الأرض ثم الشمس، إذن القمر مقابل للشمس ونحن من الأرض نراه مضاء بالكامل، يكون الجانب البعيد غير مضاء نهائيا والجانب المقابل لنا مضاء 100%. في نهاية الشهر عندما يصبح القمر في مرحلة المحاق أصبح على استقامة واحدة وأصبح بين الأرض والشمس، نقول أن هذه اللحظة هي لحظة الولادة الفلكية. إذا نحن أمام مصطلح هو الولادة الفلكية أو الاقتران المركزي. الولادة الفلكية إذا كانت قبل غروب الشمس، هذا الشرط رقم واحد، الولادة الفلكية للهلال هذا الاقتران أن يكون قبل غروب الشمس، ثم أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في اليوم 29 من الشهر القمري، هذان شرطان أساسيان من أجل إثبات الشهر التالي. إذا حدثت الولادة الفلكية قبل غروب الشمس وحدث غروب الهلال قبل غروب الشمس، إذن بشكل قطعي اليوم التالي هو متمم لهذا الشهر. أما إذا حصلت الولادة الفلكية قبل غروب الشمس وغرب الهلال بعد غروب الشمس، فهنا نحن قدامنا حالتين. الحالة الأولى هو أنه نأخذ بالمعيار الفلكي اللي هو حقق الهلال شرطين من الأصل ثلاثة. الشرط الثالث شو هو؟ أن يحقق مكوث في السماء يسمح برؤية الهلال أو يسمح بتصويره، سواء بالعين المجردة، سواء بالتلسكوب، سواء بالتقنيات الحديثة. إذا حقق الهلال هذه الشروط نقول أن اليوم التالي هو أول الشهر التالي أو بداية السنة الهجرية كما نحن في هذا اليوم. إذا لم يحقق، إذن هذا اليوم هو المتمم. الذي حصل في شهر محرم هذا العام أن الهلال غرب بعد الشمس فعلا ب 19 دقيقة، ولد قبل غروب الشمس وغرب بعد 19 دقيقة. هذه 19 دقيقة هي في الصعوبة بمكان من أنه نرى الهلال، لذلك هنا دخل باب الاجتهاد، هل نقول أن غدا هو واحد محرم أم نقول أن غدا هو 30 ذي الحجة؟ هنا نحن في سوريا المجلس الفقهي العلمي اجتهد في أننا غدا هو واحد محرم، يعني نحن نتحدث عن الأمس يوم الاثنين لأن الالتماس كان يوم الأحد مساء 29 من شهر ذي الحجة. اليوم التالي
لأن القمر غرب بعد الشمس ب 19 دقيقة، هناك إمكانية أو خلينا نقول عدم استحالة رؤية الهلال. الهلال غير مستحيل الرؤية ومتعذر الرؤية، العين البشرية لا تستطيع أن تدرك هذه الإضاءة القليلة لأنه كتير قريب من الشمس القمر بهاللحظات اللي حيكون، ما قدرنا نشوف الهلال، ولكن تم الإثبات لأن الهلال غير مستحيل الرؤية. هنا كما قلت يدخل باب الاجتهاد. هناك من يقول لا، نحن بحاجة إلى أن نرى القمر، مثل مثلا سلطنة عمان يشترطون رؤية الهلال ولو بالتلسكوب من خلال العدسة العينية، يشترطون رؤية القمر. إذا لم يرى القمر، لم يرى هلال بداية الشهر، يقولون أن اليوم التالي هو المتمم. نحن أخذنا بالدراسة الفلكية بشكل أو بآخر، الدراسة الفلكية قطعية الثبوت، يعني ما في إمكانية نقول أنه الهلال موجود هو بعد الشمس يكون على أرض الواقع غير موجود. طبعا ما يثبت هذا الكلام أننا نحدد حالات الكسوف والخسوف بدقة متناهية، يعني احنا لما بيصير اي حالة كسوف او خسوف للشمس او للقمر بنقول انه يوم كذا عند الساعة والدقيقة والثانية سيبدأ حالة خسوف وستنتهي بالساعة كذا، وهذا الكلام يطابق تماما الدراسات الفلكية والتطبيقات الفلكية. اذا الدراسات الفلكية اصبحت قطعية الثبوت، امكانية اثبات او عدم اثبات رؤية بداية الشهر القمري متعلقة بالمعيار الذي نتبعه. نعم، خلينا نحكي لك بما أنه عم تحكي لنا عن علامات التماس الهلال، نحكي طب ليه في اختلاف بيوم التماس الهلال بين سنة وأخرى أو بين دولة وأخرى؟ طبعا بين سنة وأخرى، نحن بالنسبة للسنة الميلادية الشمس الأرض تدور حول الشمس ب 365 يوم وربع، إذن فترة الدوران محددة وثابتة، بينما القمر يدور حول الأرض في فترة 29.5 يوم. فهذه 29.5 يوم إذا ضربناها بعدد الأشهر بنلاقي أن السنة القمرية تختلف عن السنة الشمسية بحوالي 11 يوم. كل سنة السنة القمرية أقل من السنة الشمسية ب 11 يوم، لذلك التقويم الشمسي تقويم ثابت. نحن على سبيل المثال النجوم التي نراها في هذا اليوم في 10/8 في هذا العام نراها نفسها بعد 10 سنوات في 10/8 نراها نفسها. أما القمر حركته سريعة ومتغيرة، لذلك بنشوف أشهر قمرية 29 وأشهر 30، لأنه هو أساساً يتم دورة واحدة في 29.5 يوماً، فأيام بتجي 29 أيام بتجي 30، لذلك بصير الفرق بين سنة وأخرى. ما فينا نقول أبداً إذا هذا الشهر بدأ ب 8 آب مثلا أن السنة القادمة سيبدأ ب 8 آب، أبدا نهائيا، أنه في فرق أساسا حوالي 11 يوم بين السنة القمرية والسنة الشمسية. أما بالنسبة للاختلاف بين البلاد، هذا اللي بدي أسألك عنه، يعني تمام. تحديد اليوم يمكن يسبب اختلاف من دولة وأخرى بسبب التماس الهلال. نعم. ممكن يختلف، يعني نحن دائما نشوف مثلا برمضان في عنا اختلاف بين دولة وأخرى من خلال، ليش ما بيكون في إجماع من خلال الجمعية مثلا على يوم واحد؟ ولا لا ممكن لأنه حتى موقع البلد يختلف من موقع بلد آخر فالتماس الهلال يختلف؟ الحقيقة أنه الدول القريبة من بعضها مطلع القمر فيها واحد، المفروض أنه ما يصير اختلاف بتحديد بداية الشهر بين دولة وأخرى في دول الجوار، ولكن الاختلاف الرئيسي عم يكون بالمعيار الذي ذكرناه. دولة تعتمد الدراسة الفلكية، دولة تعتمد رؤية الهلال. نحن حاولنا في الجمعيات الفلكية العربية والجمعية الفلكية السورية كان لها مبادرة كتير كبيرة بأنه نحن نوحد المعيار. الحقيقة الفلكيين في كل أرجاء العالم ونحن على تواصل معهم ليسوا مختلفين أبداً أبداً في الدراسة الفلكية للهلال. ليس هناك أي خلاف بين الفلكيين على دخول الأشهر بشكل فلكي، الخلاف هو في من يقرر بداية الأشهر في المعيار الذي يتخذه. يعني على سبيل المثال في دول تتخذ المعيار فقط ولادة الهلال، إذا ولد الهلال اليوم معناته بكرة واحد الشهر، وهذا في شوية عدم إجماع عليه الحقيقة، لأنه الولادة قد تحدث قبل غروب الشمس بدقائق أو بنصف ساعة. في هذه الحالة هو من المرجح أن يكون اليوم التالي هو المتمم، يعني هذا المعيار ضعيف إلى نوع قليلاً. في دول لا بتعتمد أنه ولادة الهلال قبل الغروب وغروب الهلال بعد غروب الشمس، هذا إلى حد ما جيد لو يعتمد
لدى الجميع. نعم استاذه، هلا بما انه اخذ وقته الهلال والتماس الهلال، وان شاء الله كل عام والجميع بخير بمناسبه السنه الهجريه، ان شاء الله بتكون خير كمان بتفائلوا فيها. خلينا نحكي اليوم عن الطقس والحر الشديد اللي عم نعيشه. بالمقابل في بالمناطق الساحليه صار في اجواء مطريه ورياح عاتيه. خبرنا، هذا اخر شهر بالحر عن جد مثل ما عم بيقولوا، رح يجي الشتي بكير، رح يجي الشتي قاسي، فخبرنا عن كل هاي الاقاويل عم يحكوها. تمام، الحقيقه هي التوقعات المناخيه طويله الامد هي فرصها بتكون قليله. نحن بنقدر نتوقع لعده ايام بنسبه نجاح كثير عاليه، بس تزيد المده شوي. نحن نتوقع من هون لاسبوع تقريبا بنسبه بحدود 90%، صح؟ بس نحكي عن اسبوعين او ثلاثه بتنخفض النسبه ممكن لل 70%، بس نحكي عن توقعات طويله الامد ممكن تصدق ممكن لا. طبعا هي كيف بتصير التوقعات؟ التوقعات مو شيء هيك والله انه بس نحن عم نتوقع. نحن عم ندرس صور الاقمار الصناعيه، عم ندرس درجات الرطوبه، درجات الحراره في كل منطقه، حركه الرياح، كل هذه العوامل مع بعضها تقدر تخليني انا اتوقع حاله الطقس في منطقه ما. يعني والله انا بعرف انه في منخفض موسمي هندي جاي من جهه الشرق، بنعرف انه هذا حرارته عاليه، بنشوف سرعه الرياح بنعرف امتى بده يصل لعنا، وبنعرف انه رح ترتفع درجات الحراره. هذا بالنسبه للتوقعات، التوقعات بتكون بناء على دراسات. اللي خلى ما توقعته انه شو رح يصير بهالشهر بعد هالشوبه، حيصير برود ما رح يصير برود. الحقيقه هذا الشهر من المتوقع انه الحراره استمر شوي مرتفعة، ولكن ليس شديد الحرارة. يعني بحدود بين 35 و40 إن شاء الله. طيب خلينا نحكي عن الأحداث الفلكية القادمة. يقال أنه في مجموعة، فينا نقول شهب رح تضرب بالأرض. في أقاويل كتير كل فترة بنسمع عن أحداث فلكية بنلحظها شوي. الحقيقة هلأ الفلكيين وكل الناس اللي بيهتموا بموضوع الفلك يعني على موعد مع حدث مميز وجميل جداً هو اسمه شهب البرشاويات. شهب البرشاويات، كل الناس هلأ اللي عم تسهر وتتفرج على السماء عم تلاحظ أنه في شهب صارت موجودة بالسماء. شو هي الشهب؟ والحقيقة في نحن بفترة تمر الأرض فيها في بمخلفات مذنب مر سابقاً اسمه سويفت تاتل. سويفت تاتل هو مذنب له مدار حول الشمس كل 133 سنة يكمل دوره. كان آخر مرور له بعام 1992، المتوقع أنه المرور الجاي يكون ب 2125 إذا الله أحيانا، يعني بعد 133 سنة. طبعا الحقيقة المذنب وقت بيمشي بيترك وراه مخلفات من الحصى، من الرمل، قطع صغيرة جدا. لما الأرض بتصل لتقاطع هذا المدار، هاي الحصى والرمل البسيط يصطدم بالغلاف الجوي، ولكن بسرعات عالية، بيكون سرعته حوالي 72 كيلومتر بالثانية، ترتطم بالغلاف الجوي للأرض، فبتعطي هذا الشكل من الشهب الجميلة جدا. يوم الذروة بالنسبة لهذا الهطل الشهابي اللي بيكون تماما في تقاطع 100% هو يوم 12 و13 آب. يعني خلينا نقول الأربعاء والخميس والجمعة الجايين، اللي بيحب يرصد السماء بجهة الشمال الشرقي وفي بعد منتصف الليل رح يشوف عدد كبير من الشهب قد تصل الى 100 شهاب في الساعه. ونحن مره من المرات الحقيقه رصدنا بسماء السويداء وعدينا 400 شهاب بليله واحده. ففعلا المنظر بيكون كثير مذهل. منين اجى اسم البرشاويات؟ هذا سؤال كثير بنسال عنه. الحقيقه البرشاويات هو دائما الشهب او الهطل الشهابي بيتسمى بناء على كوكبة النجوم الذي تظهر خلف الشهب. يعني بتبين الشهب وكأنه جاي من هذه المجموعة من النجوم. هذه المجموعة من النجوم التي تأتي في هذا الشهر اسمها كوكبة بيرشاويس، بيرشاويس أو حامل رأس الغول. تبين الشهب وكأنه جاي من هذه الكوكبة، لذلك نحن عم نقول بعد منتصف الليل، لأنه أساسا كوكبة بيرشاويس بتشرق بعد منتصف الليل. فإذا بعد منتصف الليل في جهة الشمال الشرقي اللي بيحب بالأيام القادمة بشوف مناظر جميلة جدا للشهب. نعم. طيب يعني هلا اللي كل بده يتمنى نور يمكن لازم يطلع ويشوف كمان الشهب بما انه مرتبطه بهي الخرافه، بس حلوه الخرافه. كمان خبرنا اليوم الشتاء امتى رح يبدا؟ كل العالم هلا ناطره الشتويه بعد قطعت الكهرباء وهالشوبات بالصيف، فخبرنا هل سيكون الشتاء بالشهر التاسع الشهر المقبل او سيتم بموعده المحدد؟ طبعا هو نحن الشتاء فلكيا يحدث في 21/12 الانقلاب الشتوي.
في 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 شهر ايلول عندنا تقريبا ب 21 ايلول يحدث الاعتدال الخريفي، يعني نحن نبلش نلمس انخفاض واضح بدرجات الحرارة. يقولوا الناس انه شتت الدنيا، الحقيقة ما شتت، لسه ما صار الشتاء، انه لسه عندنا فصل الخريف مدته 3 اشهر. ولكن نحن بعد 21 ايلول، يعني نحن عم نحكي عن شهر ونص لسه تقريبا، تمام، بعد شهر ونص تقريبا بلش درجات الحرارة تنخفض، تميل للانخفاض، يصير في نسمات باردة وجميلة جدا فجرا ومساء، وبتميل بقى مع مرور الايام درجات الحرارة للانخفاض بشكل واضح حتى نصل ل 21/12 اللي هو الانقلاب الشتوي. لذلك نحن بنلاحظ انه من منتصف شهر 12 لمنتصف شهر 2 تقريبا هدول اكثر ايام بيكون فيهم برد، لانه احنا الانقلاب الشتوي بيكون عندنا ب 21/12. تمام. فالشتاء لسه مطول شوي كفصل شتاء، ولكن انخفاض درجات الحرارة ان شاء الله بنلمسه من نهاية هذا الشهر اللي نحن فيه، عم نحكي عن 20 يوم ثانيات تقريبا باذن الله تعالى بتبلش الحرارات تنخفض، والمفروض انه ما عاد نشوف هاي الارتفاعات. طبعا هذا الاضطراب اذا سميناه بالمناخ والشيء اللي عم يصير له سبب رئيسي هو موضوع الاحتباس الحراري اللي صار على سطح الكره الارضيه. في ناس بيتهموا الشمس انه هي صاحبه الاذى الرئيسي بهذا الموضوع، حقيقه الشمس بريئه الى حد كبير، لانه اساسا بالسنوات الماضيه والسنه اللي احنا فيها النشاط الشمسي بحدود الدنيا، احنا بالدوره 25 للشمس، ولحد الان الشمس هادئه، ما فيها بقع شمسية كتير، ما في انفجارات شمسية كتير. لما تكون نشيطة جدا الشمس ممكن يأثر على المناخ لعدة سنوات، ولكن الحقيقة نحن بفترة فيها نشاط شمسي هادئ، لذلك الشمس بريئة من الارتفاع درجات الحرارة الحاصل حاليا. المتهم الرئيسي هو الاحتباس الحراري اللي أدى لارتفاع درجات حرارة، أدى لتبخر كميات مياه أكبر، هذا هي الكميات اللي صارت موجودة بالغلاف الجوي بدها تهطل في مكان ما، فصرنا نشوف فيضانات بأمكنة، صرنا نشوف تصحر أو أجواء حارة بأمكنة أخرى. فالمتهم الرئيسي الحقيقة هو الاحتباس الحراري، وهذا حله بيد الإنسان إلى حد ما، والمتهم الرئيسي في الدول الصناعية الكبرى، لأنه هي أكثر شيء تطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون في الجو اللي هو بيؤدي للاحتباس الحراري ورفع درجة حرارة الأرض. وللأسف كلياتها هي آثار مثل ما قلت أعمال الإنسان اللي بتأثر على المناخ. نتمنى مناخ معتدل يكون، وإن شاء الله يا رب الشتاء يكون أقل قسوة من الشتاء الماضي على كل الناس. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. يا رب، شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير.